السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً أعزائي المشاهدين، معكم أخوكم نواف السويد. بهالفيديو راح نتكلم عن قطعة اسمها كامفاي. القطعة هذه عبارة عن ريموت كاميرا كنترول اللي تسويه مثل ما احنا شايفين هني، لايف فيو فايندر حق الكاميرات، وفيها مميزات ثانية. خلونا نشوف شنو المميزات اللي موجودة في الكامفاي. وإذا كنتوا شايفين الفيديو اللي سويناه عن الباكجز أو الحزم اللي سويناها حق الناس اللي تبي تبلش قنوات بيوتيوب، عرضنا كاميرتين. اللي ما شاف الفيديو يقدر يشوفه. عرضنا كاميرتين، كاميرا 750D من كانون وال80D من كانون. الكاميرتين هذيل أو أغلب الكاميرات اللي راح تبلش وتصور فيهم كبروفيشنال واتيفر، الشاشة اللي ورا حجمها صغير، فتقريبا حجمها 3.2 إنش. فأنت تحتاج عشان تشوف بشكل أوضح حق التصوير وحق تصوير الفيديو، تحتاج أنك تركب شاشة أو مونيتور. الشاشة والمونيتور طبعاً أحجامهم ممكن تكون مناسبة حق أنك تشوف 5 إنش 7 إنش، ولكن مرات تحتاج أنه يكون أكبر، بس راح تدفع أكثر. هذا واحد. اثنين، في لازم تشتري القطعة هذه اللي مخصصة حق الكاميرا هذه، أو المونيتور هذا اللي حق الكاميرا هذه ما يركب، والحكي هذا كله. ولكن عندنا الكامفاي هذا يشتغل عن طريق الواي فاي، ممكن من خلال القطعة هذه تخلي جهازك الآيباد أو تليفونك أو أي تابلت أنت تستخدمه يصير كشاشة عرض حق تصويرك أو عرض حق الفيديو إذا أنت قاعد تصور. فممكن وانت تصور تحطها كمونيتور، تعدل الفوكس، تشوف الفوكس اللي فيها، تغير الكواليتي. وايضا الحلو فيها هذه الكاميرا مثلا المارك 3، ما تقدر تتحكم الا لما تمسك الكاميرا وتتعبث فيها، ولكن انا ابي اغير الفوكس، ابي ازيد، ابي اسوي هذا كله، ما ابي اجيس الكاميرا، القطعه هذه تعطيك الاوبشن هذا ان انت تتحكم بخيارات الكاميرا بدون ما تلمس الكاميرا. فتقدر تسوي فوكس، تقدر تغير المود من التصوير الى الفيديو مثل ما احنا شايفين هنا. فيديو الحين راح تصور فيديو، ممكن ان انا اطفيها راح ترد معاي تصور صور عاديه. شنو الاشياء المميزه اللي موجوده بهالشيء هذا، غير ان انت تقدر تشوف كلايف فيو، وتقدر ان انت تصور وتغير الوايت بالانس، تقدر تغير الفوكس، تقدر تعدل. في عندك شغله اسمها الفوكس ستاكينج، تقدر تاخذ اكثر من صور وانت تحرك الكاميرا، واللي يعطيك اياها انه يحدد الفوكس وهو يضبط نفسه بدون ما انت تغير الفوكس، وياخذ لك اكثر من صوره وتحدد عدد الصور. شغله ثانيه موجوده عندنا، ممكن شيء وايد حلو هذا، اذا انت مثلا قاعد تصور ومثلا تبي شخص ثاني يشوف التصوير هذا، مثلا العميل اللي موجود عندك قاعد تصوره، او انه بتوريه حق الشخص اللي انت قاعد تصوره بدال لا انه توريه باللابتوب وكل شوي يتحرك من مكانه، تقدر تحط الشاشه هذه قباله، فكل صوره يقدر يشوفها ويعطيك الابروفل ان هذه اوكي ولا هذه مو اوكي. بالنسبه حق تصوير الفيديو تقدر ان انت تشوف الفوكس وتعدل بشاشه اكبر، وتقدر تكون واضحه عندك، والسعر جدا مناسب. شغله ثانيه بعد موجوده عندك بهذا بهالقطعه وبهالبرنامج عندهم، انه وانت قاعد تصور بعد ما تصور وتخلص تقدر بنفس الوقت ترسل الصوره اللي انت مصورها تطبعها، زائد ممكن ان انت ترسلها حق مثلا جهاز ثاني، او ممكن تنزلها بالسوشيال ميديا، ممكن تنزلها على انستغرام، تنزلها على تويتر، باي مكان، لان تنحفظ على الجهاز نفسه. ميزه اضافيه سرعه نقل ملفات او صور الرو، فصور الرو عندك ممكن ان انت تنقلهم اسرع من ان انت تنقلهم عن طريق الواي فاي. القطعه هذه راح توفر لك وقت في نقل الفايلات الكبيره نفس صور الرو او الفايلات الفيديو. هذا بالنسبة حق قطعة كامفاي اللي موجودة عندنا. القطعة تشتغل على أغلب الأجهزة، سواء كان أندرويد أو آيفون أو الآيباد. ممكن تحسون في بعض، مثل إذا احنا شايفين راح تحسون في شوي لاج، في بطء في الاستجابة، أنه لما تحرك الكاميرا ما راح تتحرك معاك هني بنفس السرعة. ليش؟ لأن هي شابكة على الواي فاي، فأنت تحتاج يكون في شوي هذا الديلي. هذا شيء طبيعي. بعض المرات اذا ما كان في انترفيرنس، او انت في قاعد في مكان ما في وايد تداخل في الاشاره، ممكن تحسه اسرع من كذي، وراح يتحرك معاك بشكل سموث اكثر او
والله ما ادري شو يعني بشكل احسن من انه هو يتحرك كذي. اوكي في عندنا بعد البراوز ممكن ان انت تدخل على الصور اذا انت صورتهم تقدر تتحكم فيهم وتعدلهم من خلال البرنامج والجهاز اللي تستخدمه. فالقطعه هذه راح توفر عليك وايد اشياء من ان انت تاخذ الميموري تحطها بالكمبيوتر تسحب الصور وترد والحكي هذا كله. القطعه تشتغل لمده 6 ساعات تعطيك واي فاي انها تشبك لمده 6 ساعات. طبعا يعتمد على البطاريه وايضا شيء حلو فيها ممكن ان انت تستخدمها وانت قاعد تشحنها فممكن توصلها بالكهرباء وممكن تستخدمها فتح تعطيك اكثر من 6 ساعات ولكن هي كوصله شابكه على الواي فاي فقط وعلى البطاريه والشحن اللي موجود فيها تعطيك 6 ساعات. قوه الواي فاي اللي موجوده فيه وايد زينه يشتغل على موجه الان ما يشتغل على موجه الجي ولا هذا فالسرعه في نقل البيانات توصل لغايه 150 ميجا بت في الثانيه. هذا شيء وايد حلو. اسف ميجا بايت مو ميجا بت، ميجا بايت في الثانيه. البرنامج انا حبيته صراحه، في مثل ما احنا شايفين اكثر من كواليتي تقدر تختار فيه حق التصوير، كذلك بالنسبه حق الفيديو ممكن ان انت تختار الكواليتي وتغير وتشوف شنو اللي موجود عندك بدون ما تلمس الكاميرا واقدر اسوي فوكس بالمكان اللي انا بيه. طبعا ال 5D مستحيل ان انت تسوي فوكس اوتوماتيك مارك 3، ولكن مثل ما احنا شايفين من خلال البرنامج انا قاعد اسوي الفوكس على الشاشه. هذه الميزه وايد وايد قويه. ختام من القطعه هذه الكام فاي راح تلقونها متوفره عند شركه AAB. شركه AAB راح توفر لكم قطعه الكام فاي هذه وراح تشتغل معاكم على اي كاميرا DSLR سواء كانت من كانون او نيكون. زائد تحت بالديسكريبشن راح تلقون في عندكم رابط المنتج اذا ضغطتوا عليه تحت الرابط راح تلقون مكتوب كود. الكود هذا اذا دخلته وانت قاعد تسوي شراء للقطعة هذه راح تحصل على شحن مجاني لأي دولة في العالم، زائد مجرد اشتراكك في القناة وكتابتك لكومنت إذا كنت مصور وحاب أن أنت تحصل على واحدة من قطع الكام فاي لكاميرتك. ما عليك لأن أنت تشترك بالقناة وتكتب كومنت تحت وتدخل معنا السحب على قطعة من قطع الكام فاي. ختاماً شكرا لشركة AAB على توفيرها قطعة الكام فاي ونتمنى انكم لا تنسونا من لايك والسبسكرايب والكومنتات تحت وتقولوا لنا رايكم اذا جربتوها او اذا حابين تجربونها وتعطونا شنو المنتجات اللي تبونا نتكلم عنها في المستقبل. شكرا لكم ولمتابعتكم، الى اللقاء. فما الله.